مدرسة بغير نوافذ أو جدران ولا مقاعد أو وسائل تعليمية لا تمثل أسلوباً جديداً في التعليم، بل الواقع الذي يعيشه الأطفال في مخيمات الشمال السوري. فبين أشجار الزيتون في ريف إدلب كانت فسحة الأمل لحلا وأصدقائها كي ينالوا قسطاً من حقهم في التعليم وسط انعدام تام لمقومات العملية التعليمية. كنا ندرس قاد بجارية صف ثالث ونجحت على الرابع وجينا هنا على المخيم عيدرسنا الأستاذ تحت السجر نطينا وظائف حنتعلم شوي شوي القراية أني والعجان. حلا، علي، أمل، أيمن وسبعون طفلاً آخر من ريف إدلب ينتمون إلى أعمار دراسية مختلفة، تحاملوا على مآسي التهجير والطرق الوعرة لبلوغ غايتهم في تعلم القراءة والحساب والجغرافيا، تلك الجغرافيا التي ضاقت عليهم مع استمرار القصف على بلدات الشمال السوري حتى تركتهم بين خيام رديئة انتزعت منهم السكينة والاستقرار، فقرروا مواجهتها بضحكات بريئة. احنا كنا بابا ظهور ندرس مدرستنا صف رابع، قمنا نزحنا لهين بالمخيم هين، قمنا ندرس تحت السجر، احنا جه استاذنا يدرسنا وصار يدرسنا هنا تحت السجر، وصرنا قام صار تنطر الدنيا تعبت يا ابن وحال ودفاترنا فاشت. هي دورة أقرب إلى محو الأمية من أن تكون مرحلة دراسية متكاملة، فلا أدوات تعليمية متوفرة ولا سقوف آمنة، أما المعلمون فهم مجموعة من المتطوعين الذين يسعون إلى ترميم ما تركته السنوات السابقة عسى أن يلتحق الأطفال بأقرانهم ممن لا يعيشون الظروف ذاتها. ويوجد عدد الطلاب كبير يعني بس 70 طالب، وعم نحاول قدر الإمكان نجمع كل نهار 20 طالب نحاول نعلمهم القراءة والكتابة، وما يوجد هنا ما عندهم لا دفاتر ولا شيء، اللي عنده دفتر عم نعلمهم على الدفتر، ما بلا لوح ولا صف، ونجمعهم تحت السجر ومقبلين على جو شتوية ووحل، إذا صارت لنا خيمة ولوح نعلمهم أحسن يستفيدون، ويعني ما يعرفون يقرون هذول كلهم لسه مبتدئين. يرى المعلمون أن رسالتهم لا تقل أهمية عن أي حاجة حياتية أخرى، إذ يكفي الأطفال ما عاشوه من رعب وخوف على أمل ألا يقعوا ضحية بين أنياب الجهل والأمية.